ملقانة لوفد الاتحاد الأوروبي المقر. السيد الرئيس المفوض آسامي، اسمحوا لي أن أعرب مرة أخرى عن تقدير الاتحاد للدور الحيوي للأونروا في توفير دعم حيوي لأكثر من 5.9 مليون فلسطيني من اللاجئين. يأسف الاتحاد للعدد غير المقبول من المدنيين، من الضحايا المدنيين، ولا سيما من النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، والمستويات الكارثية للجوع وخطر المجاعة في وقت انخفضت فيه المساعدة الإنسانية لأدنى مستوياتها منذ بداية الأزمة. اسمحوا لي أن أكرر الحاجة العاجلة للوصول السريع والآمن والكامل للمساعدة في النطاق الكافي وضمان عمل العاملين الإنسانيين بشكل آمن وفعال. في ظل هذا الوضع الفظيع تلعب الأونروا دورا محوريا في الرد الإنساني وتوفر الدعم منقذا للحياة لسكان يحتاجون أي حاجة إليها. خلال الأشهر 13 الماضية 233 من موظفي الأونروا قتلوا، 200 من مكاتبها دمرت أو أضرت. هذا يظهر الحاجة لحماية أكبر للعاملين وأصول الأونروا، وندعو كافة الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك الإنساني. في ضوء قرارات الكنيست ينادي الاتحاد بقراراتها ومحاولة وإعاقة أعمال الأونروا وولاياتها بموجب 1949، وإن طبقت هذه القوانين فستكون لها آثار واسعة وتمنع أعمال الأونروا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وتمنع عمليات الحيوية في غزة، مما يمنع توفير الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية وغزة، ويحرمها من حصاناتها ومزاياها الدبلوماسية في إسرائيل. وهذه كارثة للرد الإنساني في غزة. حسب ما قال كافة موظفي اللجنة الدائمة بين الوكالات والأمين العام، لا يوجد بديل عن الأونروا. وإدراكا للدور الفريد للأونروا وعملها، فإن المفوضية مع عدد من الدول الأعضاء هم أكبر منح للأونروا 500 مليون سنويا، أي 40% من ميزانية الوكالة. هذا الالتزام الكبير يبرز عزما على دعم عملها الحيوية، ولا سيما في وقت تكون فيه احتياجات الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى. نشكر كافة الشركاء الدوليين الذين زادوا من دعمهم، وندعو الشركاء الدوليين الآخرين للاستجابة للاحتياجات.